هيدي هي بيروت، بيروت اللي كلنا بنحبها، بيروت اللي أصبحت رمز وحدتنا الوطنية من التاريخ اللي توحدت. بيروت كنا نحبها بجمالها، إنما اليوم كمان صرنا نحبها أكثر لأنه بيروت تعذبت وبيروت عانت. إنما بيروت منا كل لبنان، بمناسبة رأس السنة، بمناسبة هالمنطلق الجديد لحياتنا الوطنية، حبيت إنه نجتمع كلنا سوا حتى نتفرج على بيروت.
إنما كمان نتفرج على غير بيروت، نتفرج على كل مناطق لبنان، نتفرج على الشمال، نتفرج على الجنوب، نتذكر البقاع والجبل وكل مناطق لبنان، نتذكر بعلبك، نتذكر جبيل، ومن هالمنطلق نفكر بمستقبل لبنان، لبنان الحلو اللي بدنا نرجعه حلو وبدنا نرجعه قوي.
بعض منا يمكن نسي انه في بعلبك، نسي انه في مناطق تانية بلبنان، انما لبنان هيدا هو لبنان بكامله، ونحن ما في لحظة فكرنا انه ممكن لبنان ينحصر بمنطقة وحدة. لبنان كله منه سيعنا، فمن الطبيعي انه ما نحصر حالنا برقعة او بمنطقة من لبنان. بمناسبة راس السنة هالعيد اللي عزيز علينا كلنا، وكلنا ننظر للسنة الجديدة بأمل وبتفاؤل، حبيت عيد معكم، حبيت عيد بكل بيت بكل ضيعة، حتى أوصل لأهلي ما بيقدر يوصلي، حتى روح لعند اللي ما بيقدر يجي لعندي، حتى استمع صوت اللي ما قادر يسمعني تضري. رحت لعندكم حتى استمع لكم، ومش لحالي استمع لكم، حتى كل الشعب اللبناني يستمع انه في بعض مناطق بعيدة، في بعض مناطق ما عم تقدر تسمع صوتها. نسمع كلنا سوا صوت لبنان، صوت الضمير، نتعاون كلنا سوا على خلق هالتضامن اللبناني لمعالجة مشاكل لبنان، لمعالجة مشكلة لبنان. نرجع نتعاون لحل المشكلة، ونتعاون كلنا سوا لمواجهة التحدي. فلاحة وزراعة، هذه عيشتنا نحن. يعني نحن نتمنى أن ترجع الدولة على ما هي، ونكون كلنا سوا، ما في تفرق. يعني مطر، بدنا طريق، بدنا كهرباء، ماي، يوم بتيجي 10 دقائق مطريت، بدنا الدخان كمان أسعاره ميتة، مش عم نتعب على الفاضي. يعني يعني كل الدخان بيسوي تيتين، عم يعملوا بعشرة، عم هيك أدعاء. لكن نتري هذا رح نتركه سنة، مش عم نزعل خان، لأنه مش عم ندفن. يعني بيلي من إسرائيل وبيلي من هون، بيزعل شوية خضرة كمان، أضرب وأضرب. إسرائيل بيجيب شوية خضرة من هون، هيك بتموتنا هون أسعارنا. بيلي نحن ما بنجيب شيء للتعب، بس كان قرش يسوى 10، 10 ما بيسوىش قرش اليوم. تروح بدك تجيب لك القميص، كان حقه 5 ورقات، اليوم حقه 50 60 ورقة، اللي هي اذا ما بيسويش، واللي بيسوي حقه فوق 100. بدنا الدولة تثبت اعصابي حتى نصور في دولة، ونشوف نحن كمان اعصابنا تشتد. هذه نصور نحن ساعتها نحكي انه قلنا اسعار، قلنا شغلة في دولة. كجنوب بيهم استقرار بجنوب لبنان خاص، لانه من اقل مثل ما بقولوا تحت الدلفة تحت المزرعة، كنا بأسوأ، صرنا بأسوأين. بقول مش مرتاح، أنا ما بفتحش إلا ببيتي. لما بكون في غرب على أرضي لا يمكن مرتاح. شباب كثير عم تصير. سببه هيدا إنه واحد يئس من الحياة اليوم. ما في شيء مأمن له، ما في شيء أبدا. الوجود الإسرائيلي هون ما فيش تعامل معه يعني. ما حداش بيتعامل معه. ما بدناش إياهم يعني العرب الفصيح. بس ولكن احتلال الإسرائيلي. مش مرتاحين له نحن ابدا، لو بده كل شو ما كان. يعني عشنا نحن 8 سنين حرب، كان اريح من هالاحتلال وهالمأسيتي. جوزي معلم مدرسه، عندنا عائله كبيره، يعني عايش شحشطه، شو بكن عايش اللي بكن ما فيش عليه رديه شيء. ضغط، هذا الضغط منعيش، مش مرتاحين نفسيا ولا يعني، كان ضرب كذائف علينا، وكنا مرتاحين احسن من هالوضع. يعني لا فال قادر الواحد يظهر من بيته، لا قادر يحكي مع حد، لا قادر يرفع صوته، من شو؟ من الضغط الاسرائيلي. تمنياتي انه نعيش ونرتاح من هالوضع كله، خلصنا من هوليك هسه 8 سنين ضغط وتعتيه، وبدنا نخلص من هول. المشاكل الحياتيه فعلا تتلخص اذا بدنا نقول في شيء من البطاله، في شيء من عدم وجود دخل يامن عائلات الجنوبيين في الزراعة، وهي زراعة التبغ اللي كان يعيش منها عشرات الآلاف من مواطني أبناء الجنوب،
والرغم من انه هالزراعة هاي كانت تتعرض خلال فترات الأمنية قبل 8 سنين الماضية، لأنه الجنوبي كان يقدح طوال السنة هو وأفراد عائلته، بالآخر يطلع على الأرض يا حكم، يعني كأنه ما عمل شيء. يعني الجنوبي 8 سنوات اللي عاشن وكأنه عنده شعور بأنه كان منسي تماما من قبل كل الناس، يعني عرب غير عرب، ما مثل ما منقول عنا مقطوع. أما تفوت المنتجات الإسرائيلية للبنان بكمية واسعة، صورة خاصة لجنوب لبنان. ومن المؤسف أنه في تجار يمكن فقدوا الحس الوطني، عم يتعاملوا مع إسرائيل وكأن إسرائيل مدينة، هي مثل مدينة صيدا أو بيروت مثل ما كانوا يتعاملوا بالسابق. في الواقع أنه هذا مصدر ضرر كبير كثير على شعب لبنان وعلى الصناعة اللبنانية، على اليد العاملة اللبنانية، على حتى المستهلك اللبناني. لأنه أنا كنت أكل دربس حتى أخفف من السيجارة، بطلت أكل دربس لأنه مش عم أشوف، قطعت دربس لبناني. حتى الخضر، حتى البتنجان، حتى السلع كثيرة، حتى شغلات بتمت للصناعة، حتى في عم يقولوا هاي الطاقة الشمسية اللي هلأ عم يركبوها جديد، في مشاريع كثيرة عم تتم على حساب الصناعة اللبنانية، حساب اليد العاملة اللبنانية، حساب معيشة أو لقمة عيش اللي عم يقتات منها المواطن اللبناني، العامل اللبناني، الكادح اللبناني، المزارع اللبناني، المزارع الجنوبي. أحياناً الجنوبي مش عم يلاقي مكان يصرف فيه إنتاجه، الحمضيات إلى آخره إلى آخره. يعني هاي وكأن العملية مقصود منها تجويع الشعب اللبناني. لكن اليوم بدأت الأوضاع تعود لوضعها الطبيعي، بدأت الدولة تمارس سلطاتها على كل على معظم المناطق اللبنانية. لكن هالسلطات هذه لا يمكن أن تمارس بشكل صحيح وطبيعي كدولة ذات سيادي واستقلال إلا بانسحاب القوات الإسرائيلية، اللي بنعتبرها إن هي سبب كل المشاكل وسبب تعقيد المشاكل وعدم الوصول إلى حلها، لأنه الدولة مش موجودة عندنا إلا بشكل رمزي. كانوا لم يروحوا من هون من الجنوب أقصى الجنوب إلى بيروت، يقولوا رايحين على لبنان، يفكروا إنه هالقطعة هايدي منسية من لبنان. اليوم نتأمل إنه هالجنوب وخصوصا هون مدينة سور بترجع وبتكون بقلب لبنان. الوضع الأمني الثوب العياري ما بيدفي، لا سلطات الاحتلال ولا الميليشيات الموجودة، كل هذا لازم يزول. لازم السلطة المركزية هي تكون الموجودة، هي تكون الحاكمة، وهي السلطة الوحيدة الموجودة هون. كله هذاك الباقي كله عم يولد لنا مشاكل نحن بغنى عنها. اليوم سلطات الاحتلال كل يوم بيداهموا بيوت، هذا بيعتقلوه، هذا بيحققوا معه، بعدين هالميليشيات تقتلب ببعض البعض، كله هذا بدنا نخلص منه. حاليا تعبيني بالسوق، كل المنطقة كلها تعبيني. شو إنسان ما بيخلو الله يروح ولا يجي، هذا شو هذه منطقة مش قليلة. يعني بهمنا أهم شيء يعني تخلو واحد يروح ويجي، أنت يعني فات الجيش على كل الأراضي اللبنانية كمان، هذه أكبر نعمة. بهمنا أهم شيء على السوق ومنطقة علي يفوت الجيش. كنا بنتمنى أن يكون هالرواق موجود بالمنطقة بكل أقطار لبنان، يعني بنوع خاص نحن كمواطنين وكجماعة متعايشين مع بعضنا، كل ما فيه بنحب ان يكون هالاطمئنان موجود والاستقرار موجود والجيش يرمي سلطته على هالبلاد بيكون بعداله. الجيش يرمي سلطته على البلاد بعداله والدوله تكون عادله وتكون ناصفه. يعني بمساله ما يكنش في عندها هذيك التفرقه بين مسلم وبين مسيحي او بين غيره، مسائل مثل هذه الطائفيه تمنع من هالبلد، ويكون في الشيء الحق للمجموع. يعني هالبلد الي والك، وضع الامني ما فيه، وضع الامني فيش امن، فيش أمن، وفي طريق تقدر تمشي عليها بكل أمان بكل اطمئنينة ولا بأي شكل خالص. يعني حالتها بشوف تعباني، يعني بن تعباني فكريا وتعباني ماديا وعمليا وكل شيء. بعدين تطرقات ولا كهرباء ولا مي ولا مشروع خيري في بالبلد. هذه الدولة العادلة حب لنا أن تنصف هالأشياء بين المجموع، يعني ما كنش في عنده أي تفرقة بالموضوع خالص. إن شاء الله تكون سنة جديدة على الجميع، ويكون الرئيس مضبوط مع الجميع.
الوضع الأمني حاليا مش مرضى عنه، واللي بنطلبه نحن انه تكون تمنياتنا الحالة الأمنية افضل مما عليه بالوقت الحاضر، وبنطلب انه الشرعية تبسط وجودها على كل مناطق لبنان ومن جملة منطقتنا نحن كمان، لانه نحن وضعنا مش مرضى عنه كثير. طالب يا اخي، طالب اهلي بعلبي ما تكون عايشه ومبسوطه، وبدها طرقان وبدها كهرباء وبدها مي وشارعها ومستشفى، بس هيدي هي. بنطلب من الدوله الله يقويها، على كل واحد يكون خصيم هي. بدنا مي، بدنا كهرباء، بدنا امن، بدنا كل شيء. بعلبك محرومه من كل شيء. يعني بطلب انه انسحاب اسرائيل وسوريا وكل اللي موجود، الاغراب كل الاحزاب تكون منسحبه، وبطلب من رئيس الجمهورية انه يضرب يد من حديد مع الجيش ومع قوى الامن. نعتبر حالنا كأنه مش في لبنان، لانه الوضع عندنا متدهور لنهاية، وبعلبك محرومة من المي ومن الكهرباء ومن الحياة الاجتماعية والانسانية. الله يثبت رئيسنا جديد ويوضع الامن ومن هذا على طريق الخير، ولا حاجة نجيب قضايا ساعة فلسطيني، ساعة أجنبي، ساعة كذا. يد الغريبي ما بدنا إياها، بدنا أن نكون نحن جميعا حاكمين نفسنا بنفسنا. بعلبك هي لبنان، ليش بدهم يعزلوها عن لبنان؟ والله عنا منيح الوضع، وجود الجيش وموجود الحواجز اللي عم بتصير عندنا نحن، يعني الامن صار منيح بالبلاد عندنا تقريبا. خلصنا من الزعراء، منطقه نظفه، بدنا الاخوان بس هونيك عندنا، اخواننا واخوات لبنان يتعاونوا معنا بقى. يعني اذا الله سبحانه وتعالى بيمشي الحال، مثلا بيسوي لنا الطرقان، بيسوي الكهرباء، عرفت كيف؟ ويكون الضمان الصحي تبعنا كويس بالنسبه احنا كعمال يعني، وان شاء الله كل سنه علينا خير حياه الشباب. والله غير رئيس رئيس راه شاب يعني، لازم يعمل شيء للمستقبل لاولاده، نطلبه. وضع المنطقه هذه رايق، ما في شيء مشاكل يعني، رايق الوضع. بس المشكله عم بقول لك انه العمال كمان ما في عمال كفو، والمواد غاليه، والكهرباء عم تنقطع. بس ما طلبنا انه هالكهرباء هيدي، بدنا نعيش، ايام تنقطع ايام تجي ايام بتروح، ما بيصير هيك، بدنا نعيش. نحن ببيروت في امن، وبالعكس صار في امن ومكثرينه كمان. في مشاكل ثانيه ببيروت على الدوله تستان فيها، لانه بيروت صارت المنطقه الوحيده للدوله، وهيدي مشاكل نابعه باكثرها انه عن الاضرار اللي لحقت بالناس بعد الاجتياح الاسرائيلي. في مئات البيوت متضررة، وأهاليها أما ساكنين عند قرايبينهم أم راحوا بأوتيلات ساكنين، ما لاقيين محل يقعدوا فيه. هذه بدها معالجة سريعة، ترميم البيوت، إعادة تعميرها. في مشاكل ثانية كمان تتعلق بقصة المدارس الرسمية. بيروت فيها ناس أصحاب دخل محدود كتار، هذه المدارس الرسمية منها تضرر كليا ومنها تضرر جزئيا، والدولة حاليا ما عمل شيء بهالمدارس. هالمدارس لازم اما يعاد تعميرها او ايجاد اماكن اخرى مشان يوقف الطلاب. نحن صرنا قطعنا العام الدراسي. مشاكل ثالثه بتتعلق بالطرقات، في طرقات بتجمع مي مع اول شتوي، بتصير كلها مي، يعني لا سيارة تقدر تمشي ولا الناس تقدر تمشي. هذه بدها تصريف المياه، الصوره اللي عاملينها وبجمع فيها المياه بتصير برق. هذه يعني فيها معالجات كثيره. لازم بيروت تشعر انه وجود الدوله هو صار عناية مش أمنية بس، في عناية اجتماعية، عناية اقتصادية، عناية بالمؤسسات، عناية. هاي غايبة كليا، لأنه الدولة ما بتعني الأمن بس. الجماهير الشعبية في الشمال بمنطقة طرابلس والميناء بيشكوا من الفلتان الأمني، عدم الاستقرار، شغل ما في، حياة منيحة ما في، الشعب متذمر من هالوضع هذا، القتل، ضرب القذائف، الدولة، السلطة
ما عم تهتم بالشعب ابدا. بالنسبه للمرفأ ناس عايشين على كيفهم، الشاطئ بشاطئته والقوي بقوته، السمكه الكبيره بتاكل الصغيره، العامل ما له حصه ابدا، العامل اللي بيطلع له اجرته محدوده، العامل يوميته 50 ليره هذا هن 50 60 ليره هذا هن اللي بيطلعوا له، حق اكل ما بيقدوا، بينزل ليشتغل بيقولوا له ما في شغل، لا والله في كزيف، في منا قادرين نحن نأمن على حياتنا من ضرب الكزيف، اجرة العامل ما عم تقضي بالنسبة لمعيشته، كل شيء غلي، غلا فحش، غلا زيت. نحن كشعب طرابلسي بنطلب من الشرعية تنزل بقوة ونحن بندعمها، بس بشرط الشرعية ما تنزل على الغربية والشرقية، ما في شرعية، بدنا الشرعية تنزل بالغربية وبالشرقية، والمواطن اللبناني ما بدنا الناس بسمنة وناس بزيت. المشكلة الأساسية بطرابلس فلتان أمني، كل واحد بيحكي شكل، في عصابات، في جماعات موجودين مأجورين، مأجورين عملاء بدوه بالوطنية بس هن ما هن وطنيين، ونحن والسلطة والدولة نكون يد وحدة لطرف العدوان الإسرائيلي من لبنان. نحن بطرابلس جماهيرنا عم مع كل المجرمين يلي عم يضربوا بالكلابل بالكسائف على النساء على الأطفال، عم يضربوا الشيوخ، عم يضربوا الأبرياء، مين العصابات؟ عصابات مبينين بالشوارع، عم ينزلوا على عنا على الميناء حاملين الكليشيهات، عم يخوفوا جماهيرنا بالميناء، العصابات اللصوص المتأمرين أعداء الشعب، ما هدول جماعة نحن بنعتبرهم مأجورين يغذي مصاري لحتى يهينوا الشعب، لحتى يدرسوا كرامة شعبنا اللبناني. العالم عايش في وضع الأمني وهجس الأمن بالبلد، هجس الأمن بشمال ووضع الاحتلالات الديتي، يعني من كان الإسرائيلي أما السوري أما الفلسطيني يعني، والعالم كله سوى ما مطلبها الشغلة بسيطة هي الأمن يعني، وما في كل العالم 99% من الشعب كان ترابز أما بصغرتا أما بالزاوية أما بمنطقة شمال ككل عم بيقول إنه نحن ما في عودي البلد يرجع البلد طبيعي إلا ما ترجع الدولة، بدنا السلطة أهم شغلة، الجيش اللبناني يرجع يفوت على صغرتا وعلى زاوية صغرتا ليرجع يحس حاله أبنه أبن صغرتا هو بلبنان وهو من ضمن لبنان يعني. اليوم أهل الشمال بعد ما وصلوا شيء من الدولة لحد اليوم يعني، بالتأكيد عندهم تمنيات بالنسبة لوجود الدولة، يعني أول شيء مثلا بيتمنوا أن يخلصوا من التسلط يلي هني عايشين فيه. الوضع بصغرته منيح لأنه بصغرته، بس غير صغرته بتعرف تحلي كيف بتروس وغير تربوس. أنا بتمنى يكون في دولة في شرعية مثل مع الدولة. وضع اليوم منطقة عكار بشكل عام انه في فلتين امنة اسا لحد هلأ انه 7-8 سنين ما في عنا اي وجود للدولة وللامن عنا بالمنطقة، ومثل ما انك شايف كل واحد ايده ايده، هيدا بياخد من هون وهيدا بيجيب من هون، ما في مين يردع ولا في مين يقول له ليش عم تعمل هيك. المصاريف اللي بتعود للزراعة اليوم بالنسبة للظرف اللي نحن فيه غالي كتير، كل شيء بالغلاء، البدار غالي، الكيماوي غالي كتير، يعني المطلوب
لو كان في مثلا مؤسسة هيك من قبل الدولة تأمن البدار، تأمن البدار للفلاح وتأمن الأسمدة للفلاح، يعني بعدين بتعطيه تمده، لأنه الفلاحين فارة تعرف هون بالوضع ما بيقدروا أكثر. الفلاحين في عندك مثلا فلاحين بيحبوا يزرعوا بدل الشنبل 10 شنابل، لكن ما عندهم الإمكانيات مادية لحتى نزرعوا هالقيمة هذه. لو في مؤسسة مثلا زراعية من قبل الدولة أو شيء تمد هالفلاحين هذا، تمدهم لحتى يطلع الموسم الفلاح، بعدين بيرجع بيرد اللي ديك بياخده منه، بصير بهاي عملية من هالنوع هذا بتشجع الفلاحين وبزيد الإنتاج كتير. عكار بلد حلوة كتير، بس مهمولة، طرقات ما في، مي ما في، كهرباء ما في، تليفون ما في. إذا حدا مريض يعني ما بيلحق يوصل على مستشفى إلا بيكون ميت قبل ما يوصل على مستشفى. إيه بس أهليها كتير طيبين وكتير منيح وكتير محبين وكتير عشنا مع بعضنا، يعني ما في تفرقة دينية أبداً. إنه كل هالأحداث وكل هالهذا كنا كتير نحن وجيراننا كلنا إسلام ومسيحي وكتير مبسوطين، يعني إنه بس مهمول وفي فقر كتير بعكا، بس كقضاء حلو كتير عكا. إنه لازم هالدولة تهتم بعكار وتعدى إنه قطع من لبنان. إجمالا نحن نشعر هون إنه بعد عن لبنان، يعني كمواطنين كناس عنا حقوقنا إلنا حقوق ما نعم موجودة بكل هالدرجة اللي محققة بالدرجة اللي بدنا إياها نحن. مثلا نجي على الطرقات محفرة مثل ما ملاحظ، يعني الواحد بده يروح ويجي على طرابلس مزعج كتير. المستشفى ممكن فتح محلة أبناء وعمي، بس المستشفى خاص بحلبة مزعج كتير. نجي كمان بالنسبة لوضع المدارس، اتصور انه انا المدارس اكتريت المدارس انا بكار تعاقد مع المينا لبعد شهر ونص او شهرين من بدء العام الدراسي لحتى يجوا يبعثولنا التعاقد. هو قبل الأحداث كانت إجمالا عكار مهملة، صحيح كانت شقفة من لبنان، بس بعد المشاكل بعد ما حصلت الأحداث من 75 لليوم فصلها تقريبا شبه نهائي. هلأ ليش؟ ما بعرف. وجود الدولة طبيعي حيعزز مكانته، ويمكن بالعهد الجديد نتأمل خير بالنسبة لمنطقة عكار، لأنه مثل ما قال فخامة الرئيس إنه هو رئيس لكل لبنان وسلطة نريد على كل لبنان، اهتمام بكل لبنان. ونتأمل نحن داخلين بالخريطة طلعت لبنان، نتأمل انه نحظى بنوع من الاهتمام. ما بدنا اهتمام مثل بيروت والجبل وهالمناطق هذيك القريبة عليهم، خلينا نحظى باهتمام قريب نوعا ما عمان، حس انه نحن مواطنين بلبنان. بعرف انه المطالب كتيرة، الاضرار كتيرة، المصاعب كتيرة، المشاكل كتيرة، والضغوطات كتيرة. إنما صممت إنه ننتصر على المشاكل والصعوبات والأضرار، ونطوق الصعوبات ونطوق الضغوطات. واللي عم بيصير اليوم من محادثات ما هو إلا لتثبيت السيادة اللبنانية وكرامة المواطن اللبناني. جهودنا هلأ منصب على الجيش وقوى الأمن وكل القوى الأمنية الرسمية الأخرى، اهتمامنا لإعادة بناء بسرعة كل هالقوات وخاصة الجيش اللبناني، أنه يكون من كل لبنان، كل أبناء لبنان يشاركوا بتدعيمه وببنائه والانضمام له حتى يتواجد على كل الأرض اللبنانية. والجيش اللبناني ما بيميز إطلاقاً بين منطقة ومنطقة، ومفهوم الغربية والشرقية بوقت قريب بدنا ننساه. بيروت كلها وحدة، والجيش ذاته بده يتواجد بكل أحياء بيروت وكل منطقة من بيروت. نحن إذ عم نواجه هالمشكلات هيدي متحسسين تمام بوجباتنا كدولة، وصممنا انه ننهي هالوضع الشاذ
خاصة بقدرتنا الذاتية كشعب لبناني ودعم أصدقاء لبنان للبنان. أما بما يتعلق بالمشاكل الثانية كلنا نعرف وضع الخزينة. تعطي بعض الأرقام، استلمنا الحكم وهناك 6 مليار ليرة لبنانية عجز في الموازنة تراكمت من سنة 70 لسنة 82. هناك بالإضافة إلى ذلك 5.5 مليون سلفات خزينة ومليارين ليرة عجز في صندوق المحروقات. فإذا ما يقارب 13 مليار ليرة ونص عجز كامل بصندوق الخزينة اللبناني. مفروض نضيف على ذلك بحدود 10 مليار ليرة لبنانية خسائر من جراء الاجتياح الإسرائيلي، منهم 2 مليار فقط أضرار مدينة بيروت. كل هالأمر هذا منضيف له المشكلات على صعيد المواطن اللي تدنى دخله القومي بمعدل 33% بدل ما ينضاف 50%، يعني بكون تدنى بحدود 80%. كل هالأمور هيدي عم تواجهنا اليوم بمسيرتنا الاجتماعية والإنمائية. أهم شيء يمكن بهمنا بالوقت الحاضر والمشكلة المستعصية اللي بدنا نواجهها، نحن بحاجة إلى 125,000 وحدة سكنية بالوقت الحاضر، يضاف إلهم 9,000 وحدة سكنية ملحة للأشخاص المهجرين أو اللي مقيمين ببيوت بشكل غير قانوني وغير شرعي. هالوضع هذا بده يكلفنا بحدود 30 مليار ليرة لبنانية حتى نعالج هالأمر، بدون ما ننسى أنه الزيادة السنوية تقريباً 11,000 وحدة سكنية هي المفروض تتأمن كل سنة. فمطلوب من الدولة تأمين ما يقارب 3 مليار ليرة لبنانية سنوية فقط لمعالجة المشكلة السكنية اللي هي اليوم ملحة جداً واللي إلها نواحي اجتماعية ونواحي أيضاً أمنية. بدون ما نذكر المشاريع التانية الجاهزة اللي كانت بحدود يمكن 20 مليار، إنما بالوقت الحاضر نظراً لكلفة زيادة المعيشة وزيادة السلع يمكن توصل لل 50 أو على الأقل 40 مليار ليرة لبنانية، يعني في عنا كمان هون تعويض ما يقارب 20 مليار. هذا هو بعض الوضع اللي نحن عم نعاني منه كخزينة لبنانية. البرنامج لسنة 83، سنة 83 مصممين لإنفاق ما يقارب 1.5 مليار ليرة لبنانية. 1.5 مليار ليرة لبنانية بدنا ننفقها سنة 83 على مشاريع الطرق، مشاريع المستشفيات والمدارس، مشاريع المجارير، مشاريع خاصة لما ذكرت الطرق يعني إعادة تأهيل الطرق، لأنه عندنا 8,000 كيلومتر طوار التنمية الشاملة للوطن، وبذلك بتم التوفير المطلوب وبالطبع البرمجي بتوفر علينا وبتعطي فعالية أكثر للمبالغ اللي متوفرة بين إيدينا. هناك أيضا القروض والمساعدات اللي موعدين فيها من خلال الدول الشقيقة، من خلال البنك الدولي، ومن خلال الدول الصديقة اللي وعدت أيضا بالمساعدة من خلال نوع من بلان مارشال، ويسمى ببلان مارشال لإنقاذ الاقتصاد اللبناني. وهناك أيضا حل أخير لجأت له، وهالحل كمان رح يكون له فعالية أساسية، هو التضامن اللبناني في مسيرة ومعركة الإنقاذ
الإنقاذ الاقتصاد اللبناني. لذلك نحن بصدد تأسيس صندوق وطني للأعمار بيشارك فيه خاصة الاقتراب اللبناني، وبيشاركوا فيه كل اللبنانيين القادرين على ذلك وأصدقاء لبنان، والمصارف اللي هي عم تستفيد من لبنان بتشارك بالصندوق الوطني للأعمار. الصندوق اللي نتأمل بسرعة نضع له الأسس ويكون على رأسه أشخاص كفؤين وقادرين لتحمل هالمسؤولية، يتمكن من وضع نوع من برامج متكاملة للتمويل تكون متخصصة لمشاريع محددة ذات طابع إنمائي وطني شامل. فمن خلال هالتصور وضعنا رغم كل هالأرقام اللي أعطيكم إياها، بعده وضعنا المالي والاقتصادي أسلم بكثير من أي دولة أخرى. يمكن بعض الدول اللي ظاهرها بعافية تامة يمكن تحسدنا لوضعنا الحالي، لأنه بعده وضعنا أسلم بكثير من غيرنا، وبعده وضعنا قادر للمعالجة، والمعالجة السريعة والمعالجة الجدية في سبيل الوصول إلى الأفضل، في سبيل تأمين حياة فضلة للمواطن اللبناني. هذا اللي حبيت أقوله بما يتعلق بوضعنا الإنمائي، خاصة بما يتعلق بتمويل بعض المشاريع رغم الوضع اللي ذكرته عن الموازنة اللبنانية. هني بيجعلنا نتفائل أكثر وأكثر، وسبب يمكن هو السبب الأساسي لتفائلنا فوق الأسباب اللي ذكرتها هو المواطن اللبناني بالذات، طموح المواطن اللبناني، إمكانية وقدرة المواطن اللبناني، تصميم المواطن اللبناني اللي جعله ينتصر على كل الصعوبات، ينتصر على كل التحديات. الشعب اللبناني اللي عرف بأحلك الظروف يحول المأساة إلى صفحات مجيدة من تاريخ لبنان رغم شلالات العرق جبين وشلالات الدم اللي شفناها بهالمحنة القاسية اللي مر فيها لبنان. رغم كل شيء الشعب اللبناني صمد، والشعب اللبناني برهن انه بيستحق يعيش على هالأرض سيد مستقل. الشعب اللبناني اليوم برهن للعالم انه بيستحق يعيش على هالأرض اللبنانية بكرامة وبعنفوان.
وعدي لكم انه مغامرة الانقاذ ستستمر. ورشة البناء بدنا ندعمها وبدنا نطورها. عهدي لكم انه لبنان بوقت قريب يرجع كله حر سيد مستقل. عهدي الى كل مناطق لبنان، الى شماله وجنوبه وبقاعه وجبله وعاصمته، كل هالمناطق ترجع كلها آمنة، ترجع الطمأنينة الى كل النفوس، الى كل اللبنانيين. عهد إلكن أن نرجع نعيد السنة القادمة ولبنان كله بخير والمواطنين كلهم بخير، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام ولبنان بألف خير. منبت للرجال قولنا والعمل في سبيل